راديو نيل. تتواصل فعاليات الدورة 31 لمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية. النهاردة اليوم السابع من الفعاليات هيتألق على المسرح الكبير الفنانة اللبنانية كارول سماحة بأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي. الفاصل الأول من الحفل هنستمتع بسوليست كمان الفنان حسن شرارة ويليه الفنان محمد محسن. استمتعوا معنا بفعاليات المهرجان مهرجان الموسيقى العربية وفعاليات اليوم السابع على المسرح الكبير. كل ده حصري على نغم اف ام 105.3 راديو النيل. حصريا على الهواء مباشرة حفلات مهرجان الموسيقى العربية الدورة 31 من مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في الفترة من 20 أكتوبر ل 3 نوفمبر على نغم اف ام.